لمناقشة ملف تعهدات الكاظمي بتلبية مطالب متظاهري كردستان العراق. ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي. أهلا ومرحبا بك دكتور. مساءً، أسعد الله مساءكم بكل خير. أسعد الله أوقاتك دكتور. بداية، الكاظمي تعهد اليوم بتلبية مطالب المتظاهرين في كردستان العراق وإيجاد الحلول المناسبة للأزمة. كيف سيفعل الكاظمي ذلك وهو عاجز عن تلبية مطالب متظاهري ثورة تشرين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تحية لقناة الرافدين والقائمين عليها، وتحية لشعب العراق الثائر ضد الظلم والفساد الذي ينخر بجسد هذا البلد من أقصى نقطة إلى أقصى نقطة، من زاخو، من السليمانية إلى حد البصرة. ما تفضل به تقريركم بأن وحدة المصير لهذا الشعب يواجه نفس طغمة الفساد بدرجات مختلفة، والغريب بالأمر أن يتعهد رئيس حكومة لا يستطيع أن يحرك ساكنا باتجاه المحافظات التي تحتقن وتدفع الدماء، ولم يستطيع إيقاف عجلة الدماء والاعتقالات والقتل والاغتيال عن المتظاهرين في الناصرية وفي البصرة وفي العمارة وفي بغداد وفي كل محافظات العراق، أن يتعهد لمتظاهري السليمانية بأن يجد لهم الحلول. حقيقة من المضحك أن يسمع هذا التصريح مواطن ويصدق به. هذا رجل مهووس بالوعود التي لا يستطيع أن ربما حتى لا يعرف معناها، ولا يعرف معنى أن يكون مسؤول بهذا المنصب وبهذه الحساسية أن يتكلم بشيء لا قيمة له. يعني عندما تتحدث عن وعود وحلول، أنت تعرف أنك تستدين رواتب الدولة من السراق الذين سرقوا العراق، فكيف ستحل مشكلة قائمة في البلد وهي مشكلة الفساد المستشري الذي شارك فيه من أدان الدولة الآن، من الذين دفعت أموال الرواتب من السراق إلى البلد، وهذا هؤلاء السراق من كل العراق. يعني عندما نلاحظ البنوك التي دفعت الدين خلال 3 أشهر الحالية لرواتب الموظفين، هي تشمل من المسؤولين الأكراد إلى المسؤولين الآخرين في السلطة الحاكمة الذي أتى بهم المحكمة. طيب دكتور، يعني هل يمكن أن نضع تصريحات الكاظمي في خانة المناكفات السياسية مع حكومة أربيل بعيدة عن مقتضيات الواقع؟ أنا أعتقد أنه القضية هي المناكفات ما بين الطرفين قائمة على قدم وساق، لأنه كلا الطرفين غير صادق في أدائه، وهناك ملاحظات ولو بدرجات مختلفة متفاوتة. الفساد مستشري هنا وهناك، ولكن نجد أن قضية الوعود وأنه التعاطف مع المتظاهرين هذا كلام إنشائي غير قابل للتطبيق. حكومة كردستان بالرغم من ما عليها من ملاحظات كثيرة وكبيرة، عندما تقارن بحجم الفساد في حكومة بغداد والمحافظات العراقية الأخرى، فحقيقة نجد أن هناك تفاوت كبير في هذا الأداء، رغم أنه نحن لا نزكي هذا على هذا، ولكن نقول على قولة على حد ما يقول المثل العراقي الأعور بين الأميان أمور ممتازة. فهذا السبب حقيقة أنه المناكفات ما بين حكومة بغداد وحكومة كردستان على الاستحقاقات وعلى الأمور المختلف عليها والمتفق عليها، هناك عدم توافق في نظام الدولة. نحن في نظام غير معروف، هل هو نظام اتحادي، هل هو نظام أقاليم، هل هو نظام دولة مركزية. لحد الآن أكو في العراق الصورة غير واضحة حتى للمسؤولين أنفسهم. يعني رواتب الموظفين تأخذ من بغداد، وبغداد ليس لديها رواتب. البطالة وصلت إلى حد كبير، خريجون يملؤون الشوارع، أصحاب الشهادات العليا لا يجدون وظيفة،
الوظائف فقط للمحسوبية وأقارب المسؤولين والأحزاب والكتل التي تسلطت على رقاب العراقيين، وهذا لن يوقف عجلة الغضب لدى الشعب العراقي، لأنه وصلت الأمور إلى الحد المسدود. لا حل أمام الشاب العراقي الذي يجد نفسه عاجز عن كل شيء، يحصل على الشهادات ويتخرج ولا يوجد له فرصة عمل، ويجد المحسوبية على قدم وساق، ويجد أنه الأمور تساق بطريقة غير صحيحة في الوقت العالم يتجه نحو الحداثة في تطبيق المعايير والشفافية، والأمور لم تكن مثل قبل. الأمور الآن لا توجد معلومة تخفى عن الناس، وبالتالي أصبح الكل المعلومة متاحة، والخبر الذي يمكن أن يغطى سابقا الآن من السهولة أن ينتشر هنا وهناك. إذن لا مجال أمام هؤلاء إلا أن يستسلموا للشعب العراقي ويتركوا العراق لأهله، لأن هؤلاء ليست أهله. من يقاتلني ثمان سنوات. دكتور، يعني الكاظم يقول إن الغضب في مدينة السليمانية جاء نتيجة تراكم احتقان شعبي لعدة سنوات، ماذا عن الاحتقان الشعبي المتراكم تجاه المنطقة الخضراء نفسها؟ هؤلاء يرمون الناس بما فيهم حقيقة. يعني أنا أرى أنه من المعيب أن يتحدث رئيس حكومة بلده ما تحت سلطته، ما تسمى سلطته، في حرب دائمة ودائرة مع الشباب الثائر من ثوار تشرين في كل محافظات العراق، وقبل في المحافظات الغربية، ولا توجد نظام دولة لا يستطيع هو أن يدخل جرف الصخر، اللي هو ليش يروح السلمانية ما جرف الصخر يم، يقدر يروح الكاظم إلى جرف الصخر ويحرر المعتقلين لدى القوات والميليشيات الإيرانية اللي تحكم في داخل بلده. سليمانية تبعد عنا تقريبا 1000 كيلومتر أو 800 كيلومتر، لكن جرف الصخر تبعد عنا 130 كيلومتر. يخلي يروح اللي يقدر يتعهد أن الاحتقان هناك لسنوات. ماذا عن الاحتقان الآن في الناصرية التي تدفع الأنهار من الدماء نتيجة الحراك الشعبي؟ ماذا عن الاعتقالات التي تطال المتظاهرين حتى الإعلاميين في ساحة التحرير؟ وفي هذا اليوم كما تعلمون تم اعتقال أحد الإعلاميين لأنه كان يبث مباشرة من هناك. أين الذي لا يبعد عن الكاظمي سواء أمتار مثل ما يقول عن المنطقة الخضراء؟ إذن هذا الكذب والدجل على الشعب العراقي هذا لن ينفعهم حقيقة، بل على العكس، يعني صمت دهرا ونطق كفرا. الأمر بيده ولديه سلطة حقيقية لحل مشاكل البلد بشكل دقيق، وأوقف عجلة الفساد التي تنخر في البلد. هذا البلد اللي هو تاسع بلد بالعالم بالموارد لا يستطيع أن يدفع رواتب موظفيه، ولا يستطيع أن يفي بالتزاماته، ولا يستطيع الشخص أن يجد لا الأمن ولا الأمان، ولا يأمن لا على نفسه ولا على بيته ولا على أهله. وتعرفون هذا الأمر واضح. فانتقلت العدوى للشمال، نعم الشمال أيضا يعاني نفس المعاناة، نفس الطغمة الفاسدة تحكم هذا البلد، هي تحكم أقليم كردستان بدرجات أخرى. الأحزاب اللي تسلطت أخذت نفس الطابع، أخذت نفس الطابع الفساد. لا يوجد هناك سلطة لا في الأقليم ولا في العراق بشكل عام بعد الاحتلال تحاسب الفاسدين وتوقف عجلة الفساد التي أدت إلى هذا الوضع المأساوي للشعب العراقي حقيقة. يعني ما من عندما تنظر من الخارج إلى صورة المواطن العراقي صاحب الشهادة أو صاحب المصلحة، أوقف عن العمل، أوقف عن النشاطات، الأموال تذهب بشكل هائل إلى جيوب الفاسدين. هذا هو السبب الذي يؤدي للاحتقان، وأعتقد أنه لا مجال لا للكاظمي لا لتصريحاته ولا لكلامه الذي لا وزن له عند الشعب العراقي ولا عند الكاتب والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان. شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.